السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة. اليوم سوف نقوم بتحضير سلطة الدجاج وتخرفين سهلة التحضير وبمكونات جد بسيطة موجودة في أي بيت. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، وقبل ما تشاهدوا الفيديو اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديري جيم. بالنسبة للمقادير كنحتاجو نص كيلو ديال الدنجال، من الافضل يكون صغير، وربعة الحبات تاع توخريفين، جوج حبات تاع الطماطم، نص كاس تاع الزيت، حبه تاع الفلفل هذه حاره اختياريه، جوج معالق كزبره معدنوس، معلقه صغيره ديال البابريكا، معلقه صغيره ديال الخرقوم، ملح حسب الذوق، نص معلقه ديال البزار، معلقه صغيره ديال الكمون، ثلاثه الفص ديال الثوم يكون كبير، معلقه صغيره ديال الزنجبيل. بسم الله نبداو على بركة الله. كناخدو طماطم كنبشروها في الحكاكة غليظة، دنجال كنقطعو هاد القطع صغيرة هكا كنزولو ليه هاد القشرة ديالو، تخرفين تاهي كنقطعو هاد القطع صغيرة على هاد الشكل. بسم الله على بركة الله. كناخدو الماء كنصبوه، نص كاس ديال الماء تقريبا، نص كاس ديال الماء، كناخدو معلقة صغيرة ديال الملح، كزبر معدنوس. هاد السلطه راه كتجي لذيذه ورائعه وسريعه التحضير. عندنا الثومه بعد ما بشرناها، ها هي الثومه مبشوره، زنجبيل، خرقوم، بابريكا، إبزار، كمون، كنمزجو هاد الخليط مزيان، كنصبو الطماطم بهاد الشكل، الدنجال كنمزجوه مع الطماطم، تخلفين، زيت الزيتون، هيا كنجعلو الكل على النار، وهذا الفلفل هيا كنجعلو الكل على النار حتى تتغلى لنا الكوكوت، وكنقصو عليها وتنتركوها خمسة دقائق. بعد خمسة دقائق تنحلو عليها، إلا لقيناها طابت وما بقى فيها الماء كنتركوها ما طابتش، والماء فيها كنزيدو واحد القليل من الماء. بعد ما طاب السلطه ديالنا، بعد ما مرت خمسة دقائق راه سريعه التحضير، راه ما باقيش احتاجت الماء باش نضيفو لها الماء، ها هي كتجي لذيذه وبنينه. نتركوها الان حتى تتقلى ونقدموها. السلطه ديالنا جات على هذا الشكل، كتجي بنينه ولذيذه وشهيه وسريعه التحضير وغير مكلفه. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم، هي جربوها وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.